دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تيك ورا تك 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 تيك تك تيك تك تيك تك تيك تك. العوافي من ديمقراطية. الليلة رح أبدأ ديمقراطية بإخبار، إخبار موجه للنيابة العامة وأكيد رح أتبعه بشكوى، وإخبار موجه لوزير الداخلية الأستاذ نهاد المشنوق كونه مسؤول عن أمن اللبنانيين، وإخبار موجه لوزير العدل اللواء أشرف ريفي كونه مسؤول عن القضاء اللبناني، وإخبار موجه للسيد حسن نصر الله كونه مسؤول عن الأشخاص اللي هن موضوع هالإخبار. فعلى خلفية أغنية من برنامج ديمقراطية، أغنية مجتزأة ومركبة عرضت من أكثر من سنتين على الهواء، وصلني أنا شرب الخليل شخصياً من 24 ساعة لليوم أكثر من 120 اتصال شتم وتهديد بالقتل. نعم، وحتى لحظة تسجيل هالحلقة ما زالت الاتصالات والتهديدات عم تجي على رقمي الخاص، والأرقام اللي عم تمرق على الشاشة هي عينة من الأرقام اللي اتصلت فيي وهددتني. فبطلب من وزير الداخلية ووزير العدل يتحركوا بالقانون، وبطلب من السيد حسن نصر الله يتحرك بسلطته على هالجماعات، لأنه كتار منهم عرفوا عن نفسهم إنهم من مناطق تابعة لنفوذ حزب الله، وأكيد بأمر من السيد حسن نصر الله كلهم بيسكتوا. فيا سماحة السيد نصر الله اللي منحترمك ومنقدرك، حضرتك قلت انه اذا حدا قدح وزم فيك فليحاسب امام القضاء. الاغنية موجودة، واذا فيها قدح وزم حاسبوني امام القضاء، اما اللغة اللي انكتبت فيها رسائل التهديد اليوم فما بظن انها بتشرف لا حزب الله ولا جمهوره. وهلأ منتابع ديمقراطية ومننتقل على معراب لنشوف كيف تم إعلان ترشيح الدكتور سمير جعجع لرئاسة الجمهورية اليوم. تيك تك تيك تك تيك تك. أهلا وسهلا فيكم، نحن اليوم أمام حدث استثنائي، وهالحدث هو إعلان ترشيح الدكتور سمير جعجع لرئاسة الجمهورية اللبنانية. بصراحة الدكتور جعجع آخر همه الرئاسة، والدكتور جعجع مترفع عن كل هالدنيويات. دكتور جعجع ما بيسعى لمناصب، لكن نحنا شفنا انه البلد عم يحتضر وصار بده حكيم، لهالسبب اجبرنا الحكيم جبر انه يترشح، مسكناه بالقوة وجبناه لهون، دفشناه دفش لحتى فات على القاعة لهون، خزقناه له تياب ونحنا ونشد فيه وهو بده يفل ما بده يترشح. بالاخير لما شعر قديش البلد متعطش لرئيس مثله ردخ للأمر الواقع وقبل يترشح. فبناء على ذلك نحن نعلن الدكتور سمير جعجع مرشحا لرئاسة الجمهورية. اتفضل حكيم، ناطرين كلمتك. لحظة الارتياح شوي، يا حلق رفج وسريعة. شو هيدي حكيم؟ الكرسي، اوف، راكد ورا الكرسي حتى رأس اللافي، يي يا حرق رفش وسريعة، اوف اوف يا ويلي، لحظة لارتاح، سكوند، اوف تابعونا بعد الإعلان، الضحك قايم قيمته. تيك تك تيك تك تيك تك. منتابع ديمقراطية. كل مسؤولي ونواب ووزراء التيار الوطني الحر اليوم كانوا فارطين من الضحك لدرجة، فهل لما جرى بمعراب اليوم دور بهالضحك؟ خلونا نشوف والتنين بشوفكن. تيك تك تيك تك تيك تك. سؤال،
سمحت. شو في عم تضحكوا فارتين؟ كل العونية اليوم فارتين من الضحك. يي ولو ما الدكتور جعجع ترشح اليوم لرئاسة الجمهورية. وليش عم تضحكوا؟ لأنه عم يزكزكنا. دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك. دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك. دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك. دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك. دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تك ورا تك 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 تك